تحية الصحة والعافية مشاهدينا الأعزاء ومستمعينا الأفاضل. كلينيكا السبت بحييكم من بي إن إف إم 91. حرحب بالدكتورة رونق عز الدين خضر. ألو. ألو، السلام عليكم. أهلا. عليكم السلام ورحمة. صباح الخير. كيفك؟ كويسة؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. دكتورة رونق، لين حنتكلم عن الربو، يعني الأزمة. في ناس بتهيج لهم دايما في بدايات الشتاء أو لما الجو يكون بارد. نتكلم عنها، مخاطره واعراضه وكل التفاصيل اللي بتخص الربو. تفضلي. طيب، اول حاجه الربو او الازمه زي ايوه دكتوره رونا. طيب الو، في عطل، انا ما سامع دكتوره رونا. ممكن يا مهند نطلع فاصل ونرجع. مشاهدينا الاعزاء مستمعينا الافاضل، كلينيكا السبت يحييكم مجددا عبر اثير بي ان اف ام 91. حرحب بالدكتوره رونق عز الدين خضر مره اخرى. صباح الخير. صباحات المحبه والسعاده والصحه والعافيه عليك وعلى كل المتابعين والمستمعين وين ما كانوا. اهلا وسهلا، تسلم ان شاء الله. لنا حنتكلم عن الربو او الازمه، الاسم الشعبي الشائع يعني، وهي طبعا يعني من الامراض الوراثيه غالبا، لكن قالوا الكلام سمح في خشم سيده. نسمع مين. طيب، هو كلمة أزمة في حد ذات نفسها ما يعني، هي كلمة ميديكال يعني كلمة من الهنايزات، واسمها العلمي اسمها الأزمة. أما باللغة العربية اسمها الربو، لكن زي ما قلتي إنه كلمة أزمة هي منتشرة أكثر أو مسموعة أكثر عند الناس. فالأزمة هي حالة بتضيق فيها الممرات الهوائية حقت التنفس، وممكن يكون مع الضيق ده في مادة مخاطية برضو جوا الممرات الهوائية بتخلي الزول يزيد عليه صوت التنفس. فدائما احنا الأزمة بتتعرف لنا في أي محل بين الزول عنده ضيق تنفس. أيوة تمام. بيكون طيب. في صوت بتاع صفير أزيز كده في الصدر يعني. أيوة، دي لما نجي نتكلم مثل بعد شوية عن الأعراض بنقول إنه أول حاجة نحن ممكن نشخص بها الأزمة سريريا صوت الأزيز حق الصدر أو الصفير هو. بالذات عند الأطفال الأمهات بيكون سمعهم كتير يعني. فبتكون أعراض الأزمة بتختلف من زول لزول، وممكن تكون مثلا نوبات مستمرة أو تظهر الأعراض من وقت للتاني. لكن في حاجات ممكن نقول أغلب الناس عندها أو كل الناس عندها، زي ضيق التنفس، ألم الصدر، أزيز الصدر أو الحاجة اللي أنت بتعجب شوية اللي هي الصفير حق الصدر. احيانا بيكون في صعوبه في النوم بسبب انه الزول ما قادر يتنفس كويس، وكذلك واحده من الحاجات نوبات الكحه والسعال. لانه احنا قبل شويه تكلمنا قلنا انه الممرات الهوائيه بتاعت التنفس بتتملي بالماده المخاطيه، فالجسم بيقوم بيحاول انه يطلع الماده المخاطيه دي عن طريق السعال او عن طريق الكحه. وكمان يعني بالذات في الاطفال ما بيقدروا ياكلوا ويشربوا كده بصوره يعني مستمرة، وحتى الوزن بينزل يعني بتكون بصورة ملاحظة. صح، لأنه الزول بيكون زي ما أنت قلتي ما بيقدر ياكل أو ما بيقدر يشرب، لأنه الحاجة دي في ذات نفسها بتضيق عليه النفس أو بتزيد ضيق التنفس عنده. أها، ودائما العلاج الإسعافي الأول بيكون شنو؟ الإسعاف الأول طيب ده بيختلف على حسب هل نحن الزول ده هو مشخص بأزمة ولا لأ؟ لأنه ما أي زول عنده ضيق في النفس معناه عنده أزمة، ودي حاجة قيمة شديدة إحنا حنناقشه بعد شويه. اذا كان الزول مشخص اصلا بازمه فبيكون الطبيعي عنده بخاخ او عنده في جهاز كده، بيكون الناس اللي عندهم ازمه شافوه اسمه النيبلايزر. الجهاز ده بيكبوا فيه دواء بيركبوه في الوش زي الجهاز حق الاكسجين. فالزول بيستنشقه وبيوسع له المجاري بتاعت الهواء حقته. ايوه. اما اذا كان ما مشخص وجاه ضيق نفس فاسلم حل انه الناس تمشي الحوادث. دي اسلم حاجه انه الناس تعملها، لانه قد يكون السبب اصلا ما عنده علاقه بالازمه. طيب، في ازمه مرحليه من الطفوله لغايه بدايه المراهقه وبتروح يعني الحمد لله الانسان بيشفى، وفي واحده بتجي يعني بعد طور المراهقه وبدايه النضوج. طيب، نحن ممكن نقول الازمه ممكن تكون على حسب الاسباب حقتها. فاحنا بنقسمها اول حاجه انت كان حتى ذكرتيها قبل قلت انه هي وراثيه او جينيه. الوراثيه او جينيه دي في الغالب بتخف لكن ما بتروح، لكن بتخف يعني كل ما الزول يكبر بتخف وبتقل.
اما دائما بتجي فيما بعد الزول يكبر شويه، في الغالب بيكون عندها علاقه بالعوامل البيئيه، اللي هي الزول مثلا يكون عنده حساسيه اخرى او حساسيات ثانيه، مثلا حساسيه في الجلد، حساسيه في العيون، فدائما بنلاقي انه الحاجه دي مرتبطه ببعض. اي زول لو لاحظت عنده ازمه بيكون عنده نوع ثاني من انواع الحساسيه، لانه الحاجه دي مرتبطه بالعين. طيب ممكن يكون زياده الوزن واحد من اسباب ضيق التنفس، او انه احنا بنسميها عوامل الخطر. عوامل الخطر دي الحاجات اللي توفرت عند الزول بتزيد احتماليه اصابته بالمرض المحدد. يعني مثلا اول حاجه يكون زول من افراد الاسره اصلا عنده ازمه، بالذات قرابه الدم القريبه يعني الام او الاب، معناها الزول الطفل ده او الزول ده حيكون عنده احتماليه تجيه ازمه اكثر من الناس الثانيين. ايوه. إذا كان عنده أنواع حساسية تانية زي ما قلت لك، حساسية في الجلد، حساسية في العيون، بيكون عنده احتمالية تصيبه الأزمة أكثر من الناس اللي ما عندهم حساسية. إذا كان الزول ده بيتعرض لتدخين، إذا كان هو مدخن أو بيستنشق التدخين السلبي اللي هو الدخان اللي بيطلع من تدخين الناس اللي حوالينه، بيزيد احتمالية إصابته بالأزمة. التلوث وعوادم السيارات او الحتات اللي فيها دخان ملوث او كده، دي كلها حاجات بتزيد لي احتماليه اصابه الزول ده بالازمه. الدخان، الحرائق اللي بتكون عشوائيه، التراب. ايوه ايوه، فدي بتبقى الحاجه عامله كده. ايوه. طيب يا دكتوره رونق، بالنسبه لي يعني اذا الانسان وزنه زايد وعنده كسل، ما بيتحرك ما بيتريض، وعنده بدايه ازمه وهو كبير يعني، وبعد كده ظهرت له اعراض بتاعه امراض قلب، في الحاله دي التكيف كيف يكون؟ في الحاله دي هو بيتبع الخطه العلاجيه الواضعة عليه الطبيب. لازم يمشي لطبيب مختص ويمشي معاه على خطه علاجيه محدده تعالج المرضين مع بعض. لكن يعني مبدئيا الناس تحاول تركز في موضوع الوزن وموضوع الرياضه دي شديد، لانه هو بيقي من اغلب الامراض، مش بس من الازمه او من امراض القلب او كده. فالناس تركز في الحاجه دي. نحن حتى الازمه ممكن نقسمها لثلاثة انواع على حسب المسبب حقها. يعني مثلا عندنا حاجه اسمها الازمه الناجمه عن المهيجات في مكان العمل، او الربو الناجم عن المهيجات في مكان العمل، انه مكان عمل الانسان ممكن يرتبط باصابته للازمه او تهيج الازمه عليه. زي مثلا الناس اللي بيشتغلوا في الاماكن اللي فيها ابخره كيميائيه او غازات او حتى غبار، يعني طبيعة العمل حقتهم، وما بيلبسوا كمامات، ما بيعملوا حاجات الوقاية، فبيكونوا هم معرضين للإصابة بالأزمة. أو إنه إذا كان عندهم أزمة مثلا، حاجة بتزيد النوبات المتكررة حقتهم. كذلك في أزمة تانية ناتجة عن ممارسة الرياضة، لكن من الرياضة اللي احنا بنتكلم عنها العادية بتاعت المشي أو كده، لا إنه تكون مثلا رياضة عنيفة أو رياضات كده تبع الأصغار وكده، ممكن. ايوه دي ممكن برضه تصير، وعندها علاقه برضه بالهواء البارد والهواء الجاف. يعني الناس اللي ممكن مثلا تتمشى في جو بارد وفي نفس الوقت الهواء جاف، ما لابسه كمامات، الحاجه بتزيد عليها نوبات الازمه. كذلك ممكن نقسم النوع الثالث اللي هو تكلمنا عنه قبل شويه، النوع الناجم عن الحساسيه، وده المعروف في المجتمع اكثر شيء، انه الزول يكون متحسس من حاجه محدده، مثلا الحيوانات الاليفه، مثلا نفايات الحشرات، في حشرات محددة، بتاع الزيت في البيت اذا ما في تهوية، في النهاية ايوه دخان، اي حاجة بتخش ممرات الهواء بتضيق على الزول بتاع الازمة، يعني اي نوع من انواع الدخان. وفي كمان دخان ممكن يهيج اكثر زي اللي تكلمنا عنه قبل شوية. برضو واحدة من الحاجات الحيوانات الاليفة في البيت. ايوه الحاجة دي ممكن الناس تكون ما منتبهة لها، يكون من الطفولة ولدهم أو بنتهم بيجيه نوبات متكررة من الكحة والسعال، حتى هم ما يكونوا عارفين إنه دي أزمة، تفتكروا إنه التهاب عادي والحاجة تتكرر، وممكن ما يمشوا الدكتور أو يدوه أدوية بلدية أو غيرها من الحاجات، ويكون السبب إنهم عندهم حيوان محدد في البيت، حيوان أليف مثلا. كذلك الحاجة الثانية، في أنواع محددة من الأشجار ممكن الناس ده يكونوا عارفين مثلا إنه بنتهم أو ولدهم عنده أزمة في البيت، وعندهم شجرة محددة، وهم بيكونوا مفكرين إنه اللي بيهيج عليه الأزمة شنو، وما عارفين إنه الشجرة ممكن تكون بتعمل له نوع من أنواع الحساسية. والحاجة دي بتختلف من زول لزول، يعني ممكن زول يكون عنده أزمة أو شخصين عندهم أزمة، زول بتهيج عليه
الأزمة شجرة محددة وزول لأ، سواء كانت نيم أو غيرها من الأشجار. ايوه طيب. برضو هاي تفضلي. برضو كذلك الزكام أو عموما الالتهابات بتاعت الصدر أو الحلق أو الحاجات دي بتساعد في إنه تضيق ممرات الهواء، لأنه أصلا الإنسان الطبيعي اللي ما عنده أزمة في الفترة اللي بيكون عنده فيها التهاب أو قحة أو كذا بتكون حاجة مضايقة نفسه، فما بالك بالإنسان اللي هو أصلا عنده ضيق في ممرات التنفس حقته. الالتزام بالجرعة الدوائية لمرضى الأزمة مهم جدا يا دكتورة رونا. طبعا مهم جدا، وواحدة من الحاجات المهمة كمان إنه الخطة العلاجية زي ما قلت لك الواضعة الطبيب، لأنه الأزمة ذاتها في تشخيصها الدكتور لما يجي يديك دواء بتختلف من زول لزول، يعني حتى إحنا الأزمة ذاتها مقسمين لها الأنواع أو النوبات، عندنا 4 أنواع بنقسمها، عندنا أول شيء دفء التشخيص، عندنا حاجة اسمها الربو الخفيف المتقطع اللي بتكون 2 يوم في الأسبوع أو 2 يوم في الشهر. بتكون النوبات اللي بتقوم عليها واللي هي نوبات ضيق النفس والقحة والسعال وكذا. أيوة. النوع الثاني الخفيف الدائم، يعني بديك أكثر من 2 مرات في الأسبوع لكن النوبة في اليوم الواحد بتجي مرة واحدة. تمام؟ عندنا المعتدل الدائم بتجيك النوبة مرة في اليوم لكن أكثر من 1 مرة في الأسبوع بس هي ثابتة في اليوم جات بتجي مرة واحدة. عندنا آخر حاجة اللي هي الحاد الدائم، دي بتكون مستمرة على طول اليوم ومعظم الأيام في الشهر خصوصا بالليل. فالطبيب لما يقعد معاك للتشخيص بيقدر يحدد من خلال التاريخ المرضي حقك، لما يعرف الحاجات العوامل الوراثية يعرف النوبات حقتك بيقدر يحدد انت يا ترى من الأنواع دي عليها بديك الأدوية. اللي هي الأدوية ممكن أول حاجة يديك حاجات موسعة للشعب الهوائية أو أدوية موسعة للشعب الهوائية على حسب حالتك، ممكن تاخدها بخاخ مثلا أو ممكن تاخد مثلا الجرعات في المستشفى أو ممكن حتى في الحالات المتقدمة ممكن يدوك لها عن طريق الوريد. أيوة. تمام؟ لكن في الغالب الأهم الناس بعد الحالة تستقر بيدوك عدد من البخاخات الوقائية وبيدوك معاه كمان مضادات حساسية. إذا كان مثلا الزول عنده يعني السبب اللي هيج عليه الحاجة دي في الفترة دي حساسية فبيدوه أدوية مضادة للحساسية. تمام. نصيحة لأولياء الأمور المدخنين في البيت وأولادهم عندهم أزمة أو يعني بيتكيفوا للشيشة، نصيحة لهم يعني ما بنحب نوعظ الناس لكن بندي نصائح صغيرة عشان تنفعهم. صح. احنا زي ما قلت ما حنقدر نمنع الناس او نوعظهم او كده، لكن اقل شيء انه انت لو عايز تدخن دخن برا البيت، يعني الناس اللي في البيت ما عندهم ذنب انه هم يدخنوا معاك سلبيا او يستنشقوا الدخان الناتج عن تدخينك، سواء كان هو من اي نوع من انواع التدخين السجائر او الشيشه او غيره. النصيحه الثانيه انه الازمه مرض يسهل السيطره عليه، اذا الزول هو عرف الحاجات اللي بتهيج عليه وشنو بيقدر يبعد منها، اذا اتبع الاجراءات الوقائيه اللي قال له الطبيب، اذا اتبع الادويه حقته، اذا عمل الحاجات دي بالخطوات المحدده ما بيكون في مشكله باذن الله تعالى. الحاجه الثانيه انه الناس تبعد من استخدام الادويه مثلا، يعني انا ما عشان اللي قلت زول محدد قلت الحاجه دي في كل مره قاعده اقولها، انه الادويه اللي انت بتستخدمها ما الا تكون نفس ادويه الزول الثاني حتى لو كان عندكم نفس الاعراض او نفس الحاجات. اضافه لكده الاستخدام الاعشاب، في ناس بتستخدم ادويه بلديه او اعشاب وقد تكون ما عارفه ان الحاجه دي في حد ذات نفسها ممكن الطفل يتحسس منها. باستخدام العسل مثلا، في اطفال بتحسس من العسل وبكون اهلهم بدهم الحاجه دي مثلا عشان تقلل الازمه او عشان زول محدد وصف لهم، قد تكون هو نفعت معاه وقد يكون هو يعني جاب الحاجة دي من مكان تاني أو كده. فدايما نصيحتي إنه أسأل طبيب ما تسأل مجرب. تمام. شكرا جزيلا دكتورة رونق عز الدين خضر، تحية الصحة والعافية من كلينيك السبت. يديك العافية إن شاء الله يا رب. تسلمي. شكرا جزيلا.
مشاهدينا الاعزاء مستمعينا الافاضل، يحلو الصباح باللقاء معكم عبر اثير بي ان اف ام 91.